السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. كيف الحال يا اخوان؟ طيبين؟ كيف حالكم يا اخوات؟ عساكم طيبين. اليوم موضوعي يا اخوان عن الاخوان والخوات السودانيات. انتم الان تعرفون ايش الاوضاع اللي قاعده تمر في البلد، وإن شاء الله أنها ترجع السودان كما كانت بإذن الله وأحسن إن شاء الله. الآن أنا أتكلم، أنتوا طالعين الآن في دول الخليج وفي السعودية وفي كل مكان، الأمور صارت يعني ما هي زي أول. أنتي كان زوجك ما يقصر معك، وكان يجيب وكان يعطي وكان يهدي وكان يقدم لك كل صغيرة وكبيرة. في الوقت الراهن لازم تخفين عليه، لأن الأوضاع الآن ما هي فيده. رجل طلع من بلده يبغى يجيب لكم أكل، يبغى يوفر لكم ملبس، يبغى يوفر لكم أي شيء أنتم تحتاجونه، لدرجة الآن لا في قراءة لا في مدرسة لا في أي شيء. أنا تكلمت عن الموضوع لأنه جتني رسالة أنه كثرة الطلاق في هذه الأيام في السودان، وفي مشاكل حصلت انه واحد قتل زوجته هنا عندنا في الرياض، وهذه الاشياء من الضغوطات اللي تجي. في رسالتي هذه لخواتي الطيبات السودانيات العفيفات الشريفات، لازم تخففون اموركم هذه الايام ولا تضغطوا على أزواجكم وأولادكم، لأن الأمور الآن يبغى لها سلاسة وهدوء. الأمور مو الواحد يمشي ويلقى الفلوس، صعب تلقين الواحد مضغوط نفسيا وجسديا علشان بس يطلع لأولاده لقمة العيش. فهذه رسالة حبيت أوصلها مني أنا يا علي القحطاني للأخوة والخوات السودانيات، لأنهم عزيزين على قلبي. فالله يعطيكم العافية واعذروني، أنا والله ما أقول هالكلام إلا محبة لكم ومعزة لكم، فاعذروني إذا تدخلت في شؤون ممكن أحد يقول لي ما تعنيك، بس أنا شو أنا تعنيني لأنكم أنتوا تعنوني، وشكرا لكم.